قصة بسيطة. كان في راعي وعنده مزرعة كبيرة، وكان عنده خيل في المزرعة بير. الشاهد انه الخيل هذا سقط فين؟ سقط في البير. حاول يطلع هذا الفرس او يطلع هذا الخيل كذا مرة، ما استطاع. جمع اهل القرية اللي حواليه، جابوا حبال على اساس انهم يطلعوا الخيل، ما قدروا. يأس يأس تام، قرر انه ايش؟ يدفن الخيل ويدفن البير كامل. فجمعوا 5 أو 6 من أهل القرية، بدأوا شالوا المجاريف وحطوا إيش؟ بدأوا يحطوا التراب على إيش؟ على البير. بعد فترة لقيوا الخيل إيش قاعد يسوي؟ ينفض التراب عن ظهره وينزله في الأرض ويطلع عليه، فاهمين؟ فكل ما الخيل إيش؟ يطلع. فبدأوا إيش؟ يزيدوا شوي في كمية التراب على أساس إنه يطلع بسرعة. فكانوا كل ما حطوا، كل ما هز الخيل عن ظهر التراب وصعد عليه، صعد التراب هذا إلى أن خرج من البير. نستفيد من القصة هذه، نفترض أنه هذا الشخص أو هذا الخيل إحنا، تمام؟ وهذا التراب مشاكلنا وهمومنا وكل شيء في الحياة قاعد يصير لنا، تمام؟ أفضل ما نسوي إيش نسوي؟ أنفض بس، شيل هذه الهموم، شيل هذه المشاكل وحطها تحت قدمك، ادعس عليها عشان تطلع وترتقي. يعطيكم الف عافيه.